بيحصل لنا. شيرين بتقول انها هترفع قضية تعويض بعد ما وقعت على المسرح في دبي، وشهيرة بتقول مدولها يد الحب والعطاء. كلنا شفنا الفيديو اللي وقعت فيه المطربة شيرين عبد الوهاب على المسرح في حفلتها الأخيرة في دبي. انتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي وأثار حالة من السخرية على النجمة. وقتها قالت شيرين: شوفوا والله، شوفوا كل فنان حصل معاه موقف زي ده بسبب السماعات دي. السماعات دي مفروض تدفن في المسرح عشان المطرب ما يقعش، لكن للأسف المنظمين عمرهم ما بيتعلموا. وهزرت شيرين مع الجمهور وقالت: شوفوا رجلي زرقت ازاي، هطلب تعويض كبير، يلا خلينا نأمن مستقبل العيال. شيرين قالت كمان: تعبت والله، الفستان طلع طويل شوية، مش عارفة اتصرف ونسيت أثره. وطبعا السوشيال ميديا هتسيب كل حاجة وتكتب شيرين وقعت. كملت شيرين كلامها بتنتقد اللي حصل بسبب سقوطها على المسرح، وقالت: أنا هرفع قضية عشان اللي بيحصل للفنان ده قلة ذوق والله العظيم، والله حرام، شوفوا اللي صار مع عبدالله رويشد قبل كده، أنا ليا تصرف تاني. وبعد الحفلة انتشرت صور لشيرين وهي بتبين الورم والزرقان اللي حصل في رجليها مكان الوقعة. من ضمن الفنانين اللي اطمنوا على شيرين الفنان عبد المجيد عبد الله، وهو أول حد اطمن على شيرين. وكان الفنانة شهيرة رأي في الموضوع ده. شهيرة قالت: شوفوا بقى، أنا عمري ما اتكلمت في أي وقت عن أزمة شيرين لأنها حاجة شخصية، وندعي لها وخلاص ربنا يخرجها منها على خير، لكن اضطريت اتحشر لأن اللي بيحصل ده كتير، كلنا عارفين أزمتها، والست بتحاول تجاهد وتخرج منها بأنها تسترد نفسها وفنها وتاريخها الجميل اللي طالما أسعدتنا بيه، فلا نقسو عليها ونكسرها لمجرد إنها وقعت على المسرح زيها زي كتير، ونجيب القديم والجديد، إيه يعني؟ بنتلكك ولا إيه؟ شيرين في النهاية إنسانة، تخطئ وتصيب. شيرين زي ما أنتم عارفين من المطربات السوبر اللي يتعدوا على صابع، ولا نريد أن نخسرها، هي تحتاج لجمهورها اللي بيحبها، لا تحبطوها، هي تريد المساندة، وبتقول لكم أنا رجعت أهو لحضنكم، فلنمد لها يد الحب والعطاء، فقد أعطتنا سنين طوال أمتعتنا فيها بفنها، فلا تبخل عليها بيد الاحتواء والمساندة. على فكرة عمري ما تقابلت أنا وشيرين شخصيا، لكنها المشاعر. تعليقات كتير حصلت من جمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد حادث سقوط شيرين على المسرح في دبي، وكانت من ضمن التعليقات دي: سقوط عادي بس كان واضح عليها التعب والهم، وفكرها مشغول وغير مستقرة لأنها عادت بعد انقطاع طويل، وكأنها أول مرة تخرج تغني. وحد تاني قال: كل الفنانين تعرضوا للسقوط كذلك، المهم انها تقوم بخير. حد قال: الحفلة كانت ناجحة، واضح جدا المجهود والأداء والشغل، مبروك الرجوع بانتظار الألبوم الجديد. وحد تاني قال: عادي، ما كلنا بشر زيها، وكلنا بتحصل معانا مواقف محرجة، مش مشكلة. وفي اللي قال: والله انت حلوة في كل حالاتك، وأي إنسان معرض لأي موقف زي ده، ما يقعش إلا الشاطر يا شوشو. قولوا لنا تعرفوا مين من الفنانين حصل لهم نفس موقف شيرين ووقعوا على المسرح؟